برضو هنا هنكمل موضوعاتنا في السيكاتري. واهلا بيكم معانا كعادتنا وفي ميدليرن، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد. بنكمل موضوعات الاوبسيسيف كومبالسيف ريليتد ديس اوردرز بحاجه اسمها الهوردنج ديس اوردر. هوردنج زي الرسمه كده، هو التخزين، او الواحد يعني ايه تخزين كميات ايه حاجات غير عاديه. هي فكره الهوردنج ديس اوردر دول عيانين بيخزنوا حاجات مش مطلوب، مش مهمه خالص، يعني مثلا حاجه ما يقدرش يستغنى عن شيء، يعني من وهو طفل مثلا عنده حاجات ما يقدرش يرميها، يفضل يجمع، يوصل لمرحله الحياه حواليه كلها حاجات متجمعه ومش عارف يعيش في بيته. فالهوردنج ديس اوردرز ده هي ها البيبل في الديفينيشن with the hoarding disorder excessively save items that others may view as worthless. حته مش عارف جورنال كان مكتوب فيها ايه، ورقه مش عارف كتب فيها انه هيشتري خضار بكره، يفضل عينها حاجات يعني لا قيمه لها، يفضل ايه عينها. they have persistent difficulty getting rid of possession، عندهم صعوبه ان يتخلص من حاجه. leading to mess that disrupts their ability to use their living or work space، يعني بتاثر على اللايف والورك بتاعتهم. ودي صوره تعبر عن الهيردنج اي ديسوردر. واحد محتفظ بكل شيء في تاريخه. accumulation of possessions results in excessive mess and potentially dangerous unhealthy living conditions. مش قادر يستغنى عن حاجه اقتناها قبل، حتى لو حاجه تافهه هتلاقي عين ورقه، شايفين الورقه اللي تحت دي، عين كتاب قديم اصلا خلاص قراته 600 مره ومش محتاجه، موجود اونلاين يا عينه. صندوق مش عارف بلاستيك كان قديم كان عند جدته يا عينه، يفضل العمليه بالمنظر ده. ها دي تيبيكال الهيردنج ايه ديس اوردر. بالنسبه ليه علاجها كوجنيتيف بيهافير ثيرابي احسن حاجه، ولو ريزيستنت قوي ممكن نستخدم ايه سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز. فدي كلمتين بخصوص الايه الهيردنج ايه ديس اوردر. والى اللقاء مع الموضوع القادم في السايكاتري كورس باذن الله.